لما بيكون طاغية كبير بتشوف عورته على طول ويظهر عليه تماما. أرسلنا الشياطين، إذن إنس وجن، شياطين الإنس والجن من الجنة والناس، على الكافرين. شوفوا على لأنه في سيطرة الآن بتصير على الكافرين، تؤزهم أزا، تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم. أنتوا على فكرة مستعجلين. وشو معنات مستعجل؟ معنات مستعجل إنه بدك الفاكهة قبل ما تنضج، بدك تتناولها وهي مش ناضجة. ليش؟ لما بتنضج كيف يعني بتنضج؟ ما هو هذا معنى العجلة أصلا. العجلة معناها أنا بدي أسرع مشان أصل الأمور قبل أوانها في الغالب. طيب، تعزهم أزا. طب إيش الأز؟ الأز أولا القت بيكون في قدر على النار، واليوم بطل في قدر، صارت كلها طناجر صغيرة. قدر على النار أو المرجل، لما بصير يغلي، لما بصير يغلي الصوت هذا شو اسمه؟ أزيز. أزيز، واحنا صغار كانوا يقولون لنا، يعلمونا واحنا في الصفوف الابتدائي، كان هيك عن الطائرة: سمعت أزيزها الشديد. بذكرها الشيخ، ها؟ سمعت أزيزها، اللي هي أزيز ايش؟ الطيارة. أزيز، الأزيز يبدو، لحظة، هو عندي قدر الآن بيغلي، بصير صوت، يطلع صوت. الصوت هو على فكرة نتيجة ايش؟ هو الصوت نتيجة الحركة الشديدة داخل الماء بيطلع الصوت، والطيارة أزيزها نتيجة برضو الحركة الداخلية، نتيجة الحركة الداخلية. لاحظوا الداخلية هي مهمة. هون عندي قدر بيغلي نتيجة الحركة الشديدة الداخلية، في صوت بيعلن عن هذه الحركة، شو اسمه؟ أزيز. برضو الطيارة في حركة داخلية، هذه الحركة الداخلية بيعلن عنها صوت، نسميه أزيز. أزيز، تعزهم أزة، يعني لاحظوا الآن داخلهم، لاحظها، داخلهم في حركة واضطراب، حركة واضطراب وإزعاج وإغراء، من أجل إنهم يكونوا يجدوا راحتهم وين؟ يجدوا راحتهم في هذا الطريق. طب ليش هو طريق حق هذا؟ دققوها. إنه من شوفها تعزهم أزة، يعني من داخله الباطني هذا في حركة 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 حركة، وإزعاج له، وين بده يجد راحته الآن؟ وإغراء إنه روح هيك وين راحته؟ إنه يمشي الآن في طريق الباطل، في الطغيان، في الفسوق، في الفجور، في قتال الحق. وقتها إيش بيرتاح؟ بكون سعيد. مين كيف بيصير معاه هيك؟ أيوها، إرسال الشياطين. شياطين إنس ولا جن؟ لا، ما هو إله مستشارين إنس، الله ميسرهم برضو، إله مستشارين من شياطين الإنس، الله ميسرهم. اللي شو يعملوا فيه؟ شو يعملوا فيه؟ يحرض حرض حرض حرض، وهذاك من داخله ها وين بده يجي التنفيس؟ في هذا الاتجاه، اتجاه ايش؟ الظلم والفسوق والطغيان والفجور، والى وبتشوفوا منهم العجب، مش بس الحكام يعني، لا، بتشوفوا الاشكال والالوان، فبتستغرب انت الى درجه انه الانحرافات بتكون شيء غير متصور، وبوصل فيهم البعض بقتل الملايين وما بيهتزلوش رمش. عجيب، شو اللي بصير؟ منشوف. تعزهم أزة، مشان تروح فيهم وين؟ طيب، خلينا الآن شوي نتوقف هون ونأخذ بعض الآيات القرآنية اللي مشابهة.